بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سوف نرى سويا كيف يمكنك نسخ ونقل الملفات بسرعة من الحاسوب إلى الفلاشة، أو من داخل حتى الحاسوب، مثلا من سطح المكتب إلى مجلد، أو طبعا أي عملية نسخ ولصق. سوف حتى الملفات التي تكون بالجيجا بايت، حجمها كبير جدا، أو حتى بالتيرا، تستطيع نسخ هذه الملفات للإخوة الذين يشتغلون في شركات وما إلى ذلك بسرعة كبيرة جدا جدا. فقط انطلاقا من درس اليوم، في البداية سوف تدخل إلى هذا الرابط، سأضعه أسفل في الديسكريبشن. بعد ذلك سوف تقوم بتحميل هذا البرنامج تيرا كوبي، هذا هو. سوف تأتي، طبعا يوجد خياران منه، تيرا كوبي 3.0، نحن الذي سوف نستخدمه هو هذا الخيار، يجب التفريق بينهم، 2.3. هذا تأتي وتضغط على كلمة يوروب أو يو اس اي، نحن سوف نستخدم يو اس اي الأولى هنا، إذا لم تشتغل اضغط على يوروب. سوف أجرب تحميل أنا هنا من اليو اس اي. ها هو البرنامج ليس بكبير، برنامج صغير، سوف يتم تحميله خلال لحظات، كل ما عليك هو فقط الانتظار لأكثر. الآن تم تحميل البرنامج كما نرى هنا، كل ما عليك هو أن نقر عليه هكذا للشروع في عملية التثبيت. بعد ذلك تثبيت بشكل روتيني، نكسيت، ثم تغير هذا الخيار إلى I accept، أنا أقبل، ثم نكسيت، ثم نكسيت، ثم تترك هذا الخيار كما هو ونكسيت، وتنتظر هنا إلى أن يتم بهذا الشكل، ثم نكسيت فينش، هنا تترك هذا الخيار لكي تعمل لانش أو تشغيل البرنامج هكذا بهذا الشكل. الآن هذه هي واجهة البرنامج. الآن قبل كل شيء تأتي لكي تقوم بتفعيل البرنامج أو الحصول على المزايا الكاملة لهذا البرنامج، تضغط على كلمة مزيد. الآن إذا نظرت هنا ستأتي على الحصول على النسخة، ثم إدخال الترخيص هنا، ثم ستجد أسفل في الديسكريبشن كود، تقوم بلصقه والضغط على أوكي لكي تحصل على النسخة الكاملة. بعد طبعا في التعليقات سوف تجد بعض الأشخاص يضعون هذا الإيميل، أنا متأكد من ذلك 100%، فقط انظر إلى أسفل في التعليقات وليس في الديسكريبشن، ستجد كود أخه، ثم اضغط على أوكي. الآن إذا قمت بالضغط على المزيد اختفت كما نرى كلمة أدخل ترخيص. الآن بعد ذلك سنأتي إلى استخدام البرنامج، مثلا لدي هذه استيوان ويندوز وهذه استيوان ويندوز، حجم الملفان الاثنان الذي قمت الآن بتضليل الملفان. الآن إذا أتينا إلى بروبيتي سنجد أن الحجم الخاص بهم هو 5 جيجا بايت و 48 ميجا. الآن سأقوم بإنشاء ملف جديد بهذا الشكل، فولدر كما نرى ملف رقم 5. الآن سوف أقوم باستخدام البرنامج تيرا كوبي، أين هو؟ الآن هذا هو برنامج تيرا كوبي كما نرى، هذا هو برنامج تيرا كوبي. الآن يوجد طريقتان لعملية نقل الملفات، إما أن أقوم بتضليل الملفات هكذا وأقوم بعمل سحب وإفلات هنا، و أيضا إذا عملت نسخ فسوف تبقى هذه الملفات وأنسخها إلى هنا، إذا عملت نقل فسوف تختفي من سطح المكتب وتأتي إلى هذا المجلد. أنا الآن سوف أقوم بعمل نقل، مثلا نقل إلى مثلا الآن تصفح هنا لكي أقوم بتحديد المجلد الذي سأقوم بنقل هذه الملفات إليه. أنت إن أردت أن تنسخ الملفات تنسخها براحتك، فقط هكذا. الآن سلكت، الآن كما رأينا حجم الملفات التي يقوم بنقلها الآن كما نرى تقريبا 5 جيجا بايت. فقط كل ما عليك أن تقوم هنا بالضغط على البدء الآن بهذه الكيفية، هو في لحظة واحدة ليس أكثر قد تم كما نرى نقل هذه الملفات التي حجمها كما نرى هنا 5 جيجا بايت. الطريقة الثانية لاستخدام برنامج وهي الأسهل وهي التي أحبذها يعني أنا شخصيا، مثلا هكذا تقوم بنفس عمل الكوبي والبسط هكذا، مثلا سأقوم بعمل كات، أو سوف نقوم هذه المرة عذرا سوف نقوم هذه المرة بعمل كوبي هكذا لأريكم هكذا، وأتي إلى سطح المكتب
وفقط أعطي على كلمة بسط بنفس الطريقة. الآن إذا عملت الخيار الأول وهو كوبي وتيرا كوبي، أو النسخ باستخدام البرنامج أو النسخ ويت إكسبلور أو بالطريقة العادية الويندوز وهي البطيئة، أو كنسل إلغاء الأمر، هنا يجب وضع هذا الخيار وتركه كما هو لكي يشتغل البرنامج. الآن نحن سوف دائما نستخدم هذا الخيار الأول لأنه الخيار الأسرع. هكذا الآن كما نرى كوبي، وتعطيه دائما كلمة البدء الآن لكي يقوم بهذه العملية بسرعة. لقد كما نرى شارف على الانتهاء بسرعة كبيرة جدا. هنا المسار الكلي لعملية النسخ، هنا الملفات التي سوف تنسخ. هذا مثلا هي الملفات، حجمها 5 جيجا بايت، بسرعة كبيرة جدا جدا تمكنت من نسخ في لحظات. كما قلت بالنسبة للسريال، السريال أو الكود سوف تجده أسفل في التعليقات. بعض الإخوة وعدوني بشكل قطعي بأنهم سوف يضعوه، فقط أنت قم بالنظر في التعليقات سوف تجد ذلك الكود. قم بعمل كوبي وبيست في المكان المحدد، انتبه أنت أن تنسخ معه الفراغات لكي يأتي البرنامج لك بشكل كامل وشامل. طبعا سأضع جميع هذه الروابط في الديسكريبشن. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.